الباعه المتجولين العام، الباعه المتجولين محتلين الملك العام بشكل عشوائي، يعني تسمح لنا يعني تدوز تلقى الطريق دوز اسيدي اسمح لنا كتلقى الطريق مسدوده، الكرارس الروينه مخلطه. غادي نحاول ناخذ واحد الخطفه، غادي نحاولوا، برغم انه باش نقول لكم واحد القضيه بانه هذا الحيبه يشكل خطوره، انا غادي ناخذ الكادر ديالي. الحي ممتلئ عن اخره، انتشار كبير للباعه المتجولين على الطرقات، فالطريق مسدوده بشكل 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 يعني ما لا يليق بهذا الحي هذا. الملك العمومي محتل بالمره، يعني حتى السيارات انها تمر ما قدرناش نخرجوا لانه احنا غير وقفنا بدينا كان شي كيتحلف علينا شي الحاج. السلام عليكم. الساكنه تقدموا بعده شكايات، منها طلب للسيد العامل وامور عديده. شنو وقع سيد؟ طلبنا شكايات عديده ولكن دون جدوى. الحال بقي كما هو عليه لحد الان. دابا رمضان تيقول حيدا رمضان العواشر، ولكن هذا واحد سميتو الحجه غير 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 معقوله. نعم. علاش؟ لانه هذا شارع تشوفو في 8 مترو تيجي يعمر بالخضاره. شوف هنا انت الشريف الدار خليك في الكاميرا. تيعمر بالخضاره، تيحبسوا الطريق، تيخرقوا عدد ديال المشاكل، حتى الازبال والنفايات يبيعوا ويشريوا ويخليو كلشي مكركر ويزيدوا في حالهم. حتى الكلاب الضاله اللي كانت هنا جراو عليها. الحالة يرتلح. ما كتلقاوش منين تدوزوا من الطوموبيلات ولا؟ ما تلقاش انا شخصيا. وتصوري تنوصل جيت تنوصل بعيد تقريبا جيت سيدي موسى جيد هنا وهاز الهم واش كي غادي ندوز واش غنلقى منين غندوز ولا ما غنلقاش؟ ما تلقاش. انا شفت هذا المنظر تخيلت قلت يعني لا قدر الله وقعت شي حادثه ولا شي حد مرض ولا شي حد مات ولا شي حد خصو غير تعتق تدي سياره الاسعاف ملي غدوز. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. عين ما نشدوا السلطه المحليه المعنيه اللي في عين المكان وعاد رسمنا سعاده العامل بعده شكايات ولحد الان لا تغيير ولا تحسين. يعني السلطات المعنيه لم تبادر الى تحرير هذه الفضاءات لحد اللحظه. لحد اللحظه. برغم الشكايات اللي تقدمتوا بها. تماما. نعم. تماما. هذه الحاله هذه خصها واحد الهجاء ديال الفرزدق ديال الفرزدق وديال جرير باش يبينوا زعما واحد الهجاء اللي تعيشوها في هذا الحي هذا اللي عنده البديل راه ما بقاش الحل. والصولح راح الناس 30 وفي اكثر من 30 سنه وحنا ساكنين هنا. نهار سكنا هنا، علاش سكنا هنا؟ رغم قلت لي وقعت شي جريمه قتل هنا منذ ثلاث اشهر تقريبا. ولا حياة لمن تنادي فعلا هذا هو الجملة الصحيحة. حنا لا تنجدكم كسلطة رابعة تعاونونا باش هذه الحالة هذه تتغير. رحنا نعاني ربي العالمين هذه الحالة هذه مرضتنا في قلوبنا وفي أجسامنا. طبعا الأصوات ناهيكم عن دابا خصوصا في رمضان المشجرات كتكثر المضاربات والمخدرات والحشك والزبل والنفايات وش انتهاكات لا تتصور. ورغم حاولنا ميروتي كان رغم حسب الشكايات اللي قدمنا للسلطات المعنية تنصرحوا لهم هذا الشيء تقريبا مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى لحد الآن. نطلبوا من الله سعادة العامل ديال على مدينة سالا والنواحي التفت لهاد السكان ولهاد الشعب ديال هاد الحي هذا. هاد الحي واش غير دابا في رمضان الحج ولا طيلة الأيام؟ طيلة الأيام دابا الغريب في الأمر بلا رمضان راه تيبقى واحد حتى 11 12 ديال الليل. الساكنة الفرقانات نعاس ما يمكنش حنا في ديورنا ما بقيناش بنادم يجي يدخل لدارو باش يرتاح وسيرتو في الليل. الله سبحانه وتعالى رفض لي السبات. نعم انا عام ولكن لا حول ولا قوه الا بالله. وحنا جالسين حتى التلفازه ما بقيناش نقدروا نسمعوها كما يجب. واش من صراح واش من عاويل واش من غوات واش من كلام الساقط واش من زعما شنو نقول لك بنتي. لا حول ولا قوه الا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني خليني نقول رسالة كنوجهها لرجال الأمن، عاهدنا منكم دائما أنكم حاضرين متواجدين في أي مكان. بعض العشوائية في هذا المكان، يعني ما هي إلا دقائق وقفنا حتى بعض البلطجية، أنا كنقول أنا عن بعض البلطجية كيتحلفوا بكلام قبيح قدام الرجال، فلا يخطينا أمن بصراحة، كاين الأمن برئاسة العين التي لا تنام سيد عبد اللطيف الحموشي، هذه الأحياء باتت تشكل، هما عاوتاني يرجعوا، باتت تشكل خطورة. فعلا خطورة 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 كبيرة. شنو نقول لك بنتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الكلمات هربات، لأنه الضغط اللي تنحسوا به وزميزو عندنا بزاف، قلبنا عامر، ولكن باش في هذه المناسبة تلقى الكلام الناجع باش تحس السلطة المعنية بخطورة هذا الوضع، وتهضر على هذا الوضع هذا اللي عندنا في حي شماعو عامة، وبالخصوص حي حمال فطواكي، شارع حمال فطواكي، شارع حمال فطواكي بالخصوص، والظاهرة تقريبا كاينة في سلا كاملة، ولكن حنا يعني برغم انكم قدمتوا شكايات السي الحاج، خليك معايا، قدمتوا شكايات وتقدمتوا بعده طلبات، لا حياه لمن تنادي، لا حياه لمن تنادي، لحد معنيين بالامر في سبات عميق. تماما، هذا هو الجمله المفيده اللي معقوله، راه ما شاء الله دابا حنا اخر محاوله درناها، بغينا طلبنا مقابله سعاده العامل على مدينه سلا والنواحي. نعم. باش نعاودوا له الضرر ديالنا ونحكيوا له وباش يشوف لنا شي حل للموقف هذا. يعني على الاقل يعني غير الشارع خويا، يعني غير السيارات القامنين دوز. لا سيارات، لا سيارات ولا راجلين، دابا الراجلين غاديين فوق السيارات. الراجل الشريف، انت من الساكنه؟ انا من الساكنه ومزرور بهذا الشيء اللي تيديروا لنا هاد الناس هادو. نعم. وما يعني احنا اضطرنا باش نبيعوا محلاتنا ونهربوا من هنا. ولينا مهدين بولادنا بسكاننا بكلشي لينا، يعني واحد الحياه ولات ما حاسينش بالامن في هذا الحي، واحد الحياه ولات عندنا ناقصه في هذا حي شماعو، حنا كنا هاربين حي شماعو باش نكونوا مستقرين فيه ومرتاحين فيه، تولينا مهدين بولادنا بكلشي لينا، يعني هاد الناس هادو ما دايرينش واحد التاويل في حي شماعو، ما عاطينوش اهميه كما كان، ولا حي شماعو مهمش، وحي شماعو كان من احسن ساكنه، وكان هو المقدم في السكينه. نعم. ولا هو الاخر في السكينه برغم انكم تقدمتوا بشكايات وكتبتوا طلبات عديده، ما كيجلس معكم حتى شي حد في طاولات الحوار؟ ما كاينش شي وعود عطاتكم ولا ما عمر شي واحد استقبلنا ولا باقي عيط علينا ولا قال لنا اشنو كان ولا تعطاتنا شي حوارات على هذا الشيء اللي تنديروا؟ حنا باقيين دابا لحد الان تنطلبوا تندفعوا في الطلبات، وحتى واحد باقي ما استقبلنا في الطلبات ديالنا. حنا تنطلبوا من السلطة، حنا مأمنين بالسلطة. نعم. وولاد السلطة، وتاخذ السلطة تاهي توقف معنا وتشوف هاد المضرة ديالنا. هذا حق مشروع لكم الشريف. حنا ما هاربينش من السلطة. نزلتوا واحد البلاغ بعد الأحداث، يعني هو بلاغ بعد الأحداث المتسارعة التي شهدتها منطقة حي شماعو منذ حلول شهر رمضان المبارك. يعني كاينين بلاغات، هما ماشي غير بلاغ. كاين بلاغات شحال هذه، وحنا في البلاغات وين ما كاين والو من هادشي، ما بان لينا حتى شي استفادة من هادشي. حتى حاجة ما تغيرات. حتى حاجة ما تغيرت، حتى شي حاجة ما تبدلت، باقا هي هي. كي تندفعوا الطلب كي تنبقاو تنتسناو. وشي حاجة اللي غادا تفيدنا ولا تفيد الحي ما كايناش. باقي ما توصلنا حتى بشي حاجة اللي هي غادا تفيدنا به. وحنا دابا راه باقيين مهدين في هذا الحي هذا، ولا مهمش اكثر من القيام. ساكنة حي شماعو تتساءل لماذا تقدم بلاغات عديدة وشكايات عديدة لكن لا حياة لمن تنادي؟ الوضع كارثي حقيقة، ناهيكم عن وجود بلطجيين، انا كنقولها ولا اخشى احد، وهما الناس واقفين حدايا وشايفين، حنا واقفين وما تيتحلفوا عندنا وراء الكاميرات، طريق مسدوده، الصناديق ديال السلع ديال الخضراء، الخير كاين في بلادنا الحمد لله، نعم اللهم اديمها نعمه علينا، انما حي شماعو هو من اكبر الاحياء المعروفه في مدينه سلا. انت من الساكنه سيدي؟ لا انا تاجر، عندي خضره. عندك انت تاجر هنايا، عندك محل ديالك. محل الخضره. شنو المشكل اللي كتلقاه؟ المشكل هي ملي كنجيبوا الخضره تبقى بحالها تتكرم، ملي كيوقف راس الشهر المول الكرام تلقى ما تنعطوه. بكثره البائع الباعه المتجولين اللي قدامك. عندي الخدامه عندي ثلاثه وبقى باش نخلصوهم.
وداك الشيء تيبقى هكاك معرم علينا حتى كنعاود نلوك. يعني الناس كتجي غتبغي تدخل للحانوت كتلقى الباعة ما يلقى فيني بلاصه وما يلقاو فيني يجيو الدكان والمتجر وتيوقفوا زعما يفعلون ما يريدون. هذه واحد الجمله هذه راه خصها تحلل ما هو السبب، لان السوفه ديال هاد الباعه هاد واش الزنقه عيبه الله ما يدوزو الناس ويسدها الزنقه ديال جميع المنافذ مسدوده. علاش؟ لان العدد يتزايد مع الايام. صحيح، خصوصا في شهر رمضان. رمضان دابا كاين شي وجود، دابا جاو في المناسبه ديال رمضان من جميع النواحي ديال السلسله تيجيو هنا تيلقاو البيع وتيرتو بالاثمنه اللي تيبغيو وتيدوز رمضان وتوليو الجديد تولى غيولي ثابت عندنا هنا في الحي. دابا العدد يتفاقم. العدد للباعه المتجولين بحي شمع وسلا في تفاقم، وحنا غادي ناخذكم في جوله معنا وحنا مغادرين المكان، غادي تشوفوا مدى كارثيه الوضع هنا بحي شمع. الخضره كتبقى في المحل. المحل الخضره كتبقى في المحل، والنهار اللي تكون شي حمله تكون حنا الاولين تكونوا مهدين، حنا تيمشيو لبلاصنا. انت عندك محالك؟ عندي محال، وهكذاك رغم ذلك هذوك يركبوا على الموطر ويزيدوا، حنا اللي في بلاصنا تنولوا. خليكم معايا غادي ناخذ واحد الجوله بسيطه بكاميرا شوف تي في، غادي تشوفوا معايا الشارع. حنا جينا للمكان الامن شويه يعني حدا الناس، لانه بصراحه ما نقدرش نغامر وندخل لداخل الشارع. اجي غير من هنا ناخذ الشارع غير من هنايا ما تخافش. الشارع ممتلئ عن اخره، بلا سميمتي، الشارع ممتلئ عن اخره، الباعة المتجولين ومنتشرين على جنبات الشارع. صراحة الصعوبة انه باش تدوز شي طوموبيل. انا فقط اتخيل الوضع انه ولا شي حد الله يستر مراد ولا شي حد شي حاجة، فكتلقى شارع ممتلئ عن اخره. ما حدش عارف انا وزميلي ما نقدروش نهبطوا تما بكل صراحة، مع احترامنا للناس ديال سلا والناس ديال حي شمعو، ماشي كلشي الناس خايبين، ماشي كلشي الناس، انما راه كاينين الناس شافوا بعينيهم مدى السب والقذف اللي تعرضنا ليه. النداء اخير لمن تبغي توجهوها الحاج؟ توجه الان الى سعادة عامل مدينة سلا. نعم. رسالة ديال 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 الخطورة اللي عايشين فيها حاليا في شارع حمل فطواك. تنطلبوا من سيادته التفت لجهتنا ويشوف من حالنا وغير لنا الوضع. وجوب تحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين صدقا. الوضع القانون لا يليق. راه باين القانون تيقول بانه ممنوع استغلال الملك العام. نعم. ايوا ها الحالة توريكم. إذا ساكنة حي شمعو تستغيث، غادي نخلي الكاميرا غادي نعطيكم واحد فكرة عن البلاغات التي تقدمت مشاهدينا الكرام، لمنها بلاغ رمضان بعد الأحداث المتسارعة التي شهدتها. مخلص تجيب غير شوية هنا ما يخص لحد غير خلينا خايفين نشوف الناس من كاع. خلي الكادر. يعني بعد الأحداث واللي خاف جا الحاج، بعد الأحداث المتسارعة التي شهدتها منطقة حي شمعو منذ حلول شهر رمضان المبارك، وفي ظل ما شهده شارع حمان فتواكي من انتشار مهول فاق كل التوقعات في عهد ممثلة السلطة المحلية الحالية، بغيتك تقبط لي الشارع مخلص الحالية، وبعد فشل كل المحاولات الحبية والودية والاتصالات واللقاءات التي أجرها مع مكتب الجمعية من أجل إبعاد هؤلاء الباعة المتجولين والفراشة، فإن مكتب الجمعية يسجل هذا البلاغ. جمعيات عديدة قدمت بلاغات عديدة يدينون بكل مفردات الإدانة إغراق الحي وبالخصوص شارع حمان الفتوكي الباعة المتجولين بالباعة المتجولين والفراشة من طرف السلطة المحلية لحي شمعو. باندهاش كبير صراحة مشاهدينا الكرام الموقف السلبي والمتخاذل للمنتخبين كذلك وجميع المتدخلين فيما يحدث من اعتداءات يومية على كرامة ساكنة منطقة حي شمعو والمناطق المجاورة بسبب انتشار هؤلاء الباعة المتجولين، عدم تقبل السخط. كنا معكم مباشرة من حي شمعو، نقلنا لكم صرخة واستغاثة ساكنة هذا الحي اللي باتوا كيطالبوا بحقوق مشروعة وهو تحرير الملك العمومي. نقلنا لكم الحدث بالصوت والصورة، كنت معكم سميرة الدودي من قلب
مدينه صلاح يشمعوا. مع السلامه.